كاللجنة. هاني بشكرك شكرا جزيلا. نروح لمصطفى الشيمي في محافظة سوهاج. مصطفى صباح الخير، اتفضل يا مصطفى، أجواء الانتخابات عندك في سوهاج. صباح الخير يا استاذ احمد، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، وصباح الخير على كل الشعب المصري. زي طبعا ما حضرتك ما ذكرت، احنا هنا من سوهاج، بلد المواويل، بلد الناس الجدعان، بلد الناس الاوصله. النهارده يا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك يعني الناس كلها في الشوارع بتستعد، والناس يمكن وهي شايفه اللوجو بتاع العربيه واحنا ماشيين دايما كده بيقولوا لنا جاهزين للانتخابات، جاهزين للانتخابات. فالحقيقه الناس كلها هنا مستعده. وخليني كده اقول لحضرتك سريعا ان سوهاج استعدت ب 18 لجنه عامه و 684 لجنه فرعيه، منها 9 لجان للوافدين. طبعا سوهاج عدد من يحق لهم التصويت هنا استاذ احمد 3,253,847 ناخب وناخبه. الكل زي ما قلت لحضرتك متحمس وحابب انه يشارك وحابب انه يدلي بصوته، لان الكل دلوقتي زي ما حضرتك ما كنت بتقول يا استاذ احمد ان الكل اصبح عارف قيمه صوته. اما بالنسبه عن الحاله الامنيه يا استاذ احمد، عايز اطمن حضرتك واطمن الساده المشاهدين ان الحقيقه يعني رجال وزاره الداخليه هنا في سوهاج قايمين بدور يعني يشكروا عليه جدا. بنتكلم على كولات امنيه بتجوب الشوارع، يمكن احنا وصلنا امبارح يا استاذ احمد ده الحقيقه شفناه وشاهدناه بنفسنا من امبارح. بنتكلم كمان على لجان ثابته، لجان متحركه، تامين داخل وخارج المدارس المتواجد طبعا فيها اللجان. خليني كمان اضيف لحضرتك ان في تجهيزات، بنتكلم يعني لو باين كده معايا في الصوره، لو زميلي اسلام يجيب كده معانا الصوره، بنتكلم على المظلات لحمايه الناس والمواطنين من اشعه الشمس، بنتكلم على كراسي متحركه، بنتكلم على تسهيلات وتيسيرات للمواطنين. طبعا بنتكلم على كراسي متحركه لكبار السن وذوي الهمم، بالاضافه طبعا لخدمات كتير جدا مقدمة للمواطنين للتيسير عليهم ولمساعدتهم للإدلاء بأصواتهم إن شاء الله بكل سهولة بإذن الله. يا أستاذ أحمد أكيد هنكون متابعين مع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، وبنتمنى إن شاء الله يكون عرس ديمقراطي بإذن الله يليق باسم مصر ويليق بدولة كبيرة زي مصر إن شاء الله يا أستاذ أحمد. صفا الشيمي بشكرك شكرا جزيلا من سوهاج، ودي إطلالة سريعة من لسه باقي مراسلين زملائنا. نروح من سوهاج إلى الشرقية وزميلنا محمود حافظ. محمود أولا صباح الخير وتحياتي لأهلنا في محافظة الشرقية.